مش معقولة ولا كل ما تجيلي تربطيني الرابطة السودا دي يا ولاد. أعمل إيه؟ مش ضمناك. لما نبقى نتجوز ابقى اعمل اللي أنت عايزه. قولي بقى، إيه حكايتك مع الست أسماء؟ أسماء مين وبتعمل إيه؟ البت من ساعة ما أنت جبتها البنسون وهي عينها عليا. الموضوع الأول كان على المداري، بعد كده بقى كله على المكشوف. ولها يا بت عيب. يا بت أنا بحب ولها يا بت. يا بت ولاد صاحبتك. هي اللي معاداكي معاها في نفس الأوضة كمان جوه البنسون. ولا كأني أقول لها حاجة. وبعدين يعني أنا في الأول والآخر أنا راجل يعني وبضعف، خصوصا لو مزة يعني. أوعي يكون كلامي ده بيسخنك عليها ولا حاجة لا سمح الله. هي خلاص أسبوعين وهتتجوز ودخول بقى وتسيبني. وأنت متضايق كده ليه؟ ماسكة عليك حاجة؟ لا بقى، لو على المسكان أنا اللي ماسك. بس أنا بقول يعني بلاش نسيح البت، ما كده كده هتغور في داهية. بت بت بيت ولا بيت بيت يخرب بيتك. انا مربوط. مرسي قوي يا ولا، بجد اللي انت عملتيه معايا ما عملهوش اخوات مع بعض. مش للدرجات دي يعني، سي نورمال على فكرة. سي نورمال؟ لا طبعا مش عادي خالص يا بنت. انت طلعتي جدعة قوي قوي قوي. وعلى فكرة انا حكيت لعمر على كل حاجة انت عملتيها معايا. ما كانش لازم يعرف كل حاجة عنك، خليكي كبيرة في نظره. لا 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 لا، انا احب صراحة كده من اولها احكي له على كل حاجة وهو بقى يختار يا عاجبه يا مش عاجبه. اوكي استني بس. انا جبت لك الهديه الصغيره دي. انا مش هاخد حاجه شاريها لك خطيبك. خطيبي ايه يا عبيطه؟ انا جايبها لك بفلوسي، جايبها لاكتر اختي ليا في الدنيا. بس بقى يا رب تعجبك. سمسم، ايه رايك في علاء؟ رايي في علاء في ايه يعني؟ عايزه رايك فيه من غير ما تتكسفي ولا تداري. عايزه راي اختي في الراجل اللي انا بحبه. خالد كان لسه دكتور امتياز، عجبني. مش عايز اعرف رايك فيا كممرضة. رايك فيا كست.
أجدع ست في الدنيا. بجد والله اللي انت عملتيه معايا ده ما يتنسيش ابدا، ده بينفع رقبتي طول العمر. انا من غير الكليل ما كنتش اتعلمت حاجه. ممكن اسالك سؤال؟ اسالي. عندك استعداد ترتبط بيا؟ اتجوزنا وعشنا احلى سنين مع بعض وخلفنا مريم وخلصت الايام الحلوه، طلعت من السجن بعد طول صبر، وكانت مريم وحشاني موت هي وخالد. نفسك اتفضلي. هم خرجوا؟ هشرح لك كل حاجه. وفاء مدام ليل رجعت. اتفضلي. هم خرجوا؟ هشرح لك كل حاجه. ادخلي خشي بيتك اتفضلي. دكتور خالد لما مش مسابش اي اثر وراه، باع كل حاجه، كان كل همه ياخد مريم ويروح حته محدش يعرفهم فيها. انت متعرفيش حصل لهم ايه بسبب القضية بتاعتك. ما تاكلي بالراحه مسروقه على ايه؟ استنى انا اللي هفتح. ايا كان مين على البال هنسل الشبشب بتاعي على دماغه. يا حبيبتي يا حبيبتي وحشتيني وحشتيني قوي يا ليل، وحشتيني قوي. وانت كمان وحشتيني قوي يا صفية. يا قلبي صفية تعالي حبيبتي تعالي كده برضو كده برضو يا ليل. تقول عليكي صفية السبية والتجي كلها 7 سنين يا حبيبتي محرومة مني، 7 سنين سايباني مقطوعة من شجرة، محدش بيسأل عليا ولا بيعن عليا. لميت حواليا شوية الغجر دول، قلت يعوضوني غيابك هجيب لك تاجي. أنا عايز أرتاح. بس واضح ان صفية بتحب ليل قوي على فكرة. حب خالص من غير بقى ولا شهوة ولا قرف. شكلك متعقدة قوي من الرجال. كرهه. ايوه بكره الرجالة. الراجل بيتعامل مع الست على انها محل بقالة، ياخد اللي هو عايزه من عرف، بضاعة ومعاه تمنها.
ايه ده؟ تاني يا عبير؟ رايحة فين؟ همشي يا صب. اغزي الشيطان وارجعي بيتك اولى بيكي. البيت ده عمره ما كان بيتي. اخر حاجة حلوة بينا خلصت من زمان، ما بقاش فاضل مني غير خدامة. سبت اهلي ومشيت ورا كلامك. اخليكي نجمة، هكتب لك مخصوص، جوازنا هيحميكي من وسط. كانت النتيجة ايه؟ جري جري الكاتب طول النهار يتكلم عن حرية المرأة، لكن في بيته مع مراته شايف ان الست ملهاش غير بيتها وبس. هتلفي وترجعي، حتى لو هسف التراب مش هرجع لك تاني. هتسف التراب وهترجعي لي. اروح لهم عشان اشوف البيت، الوقت يسيب شغله ويلزق لنا زي ما يكون هخطفها ولا هعمل فيها حاجة. انا لولا البيت كانت بتبقى وحشاني ما كنتش اروح لهم ابدا عشان معاملته الوسخة دي. انا كمان بقيت مستغربة قوي في الفترة الاخيرة. تخيل يا صفية، سنة بحالها ما يحاولش يجي يزورني، وفي الاخر اخرج الاقيه خد البيت اللي حيلتي وطفش. تفتكر راحوا فين؟ ما يمكن شايف ان دي مصلحتها. يا ترى راحوا فين؟ انا ممكن يجرى لي حاجه يا صفيه لو ما عرفتش مكانهم. بعد الشر عليك، ان شاء الله هو. وبعدين برضو ما انت غلطان، روحتي كتبتي له اللي وراكي واللي قدامك، شقه عمرك يا خايبه. كنت عايزه نعمل ايه؟ كنت بحبه، بعت اللي ورايا واللي قدامي كله عشان خاطره. حتة الأرض اللي كانت حيلتي مع الفلوس اللي استلفتها منك، كنت عايزة أحقق له حلمه، أعمل له مستشفى صغيرة عشان يبقى دكتور كبير. صدقي الواد ده أنا عمري ما ارتحت له، ما دخلش قلبي خالص، ما عرفش ليه، حاساه كده عيل سيس. أنا مش عارفة يا أختي أنت حبيتي فيه إيه، وما استغربش أبدا لو خد البيت وخلع بيها. أنا كل الكلام ده ما يهمنيش يا صفية، أنا اللي يهمني بس بنتي مريم. أنا صبرت سنين كتير، خلاص بقى الصبر نفس مني، بس هيروح مني فين؟ إن شاء الله حتى أفتح المندل، المهم ألاقي بنتي. عايزة بنتي يا صفية، عايزة بنتي يا صفية. يا حبيبتي كفاية بقى قطعتي قلبي. اتفضلي اتفضلي. شكرا كتر خيركم. اوصلة يا بنات. على فكرة فرح سمسم قرب، واحنا كنا وعدنا ان احنا هنرقص لها ونغني لها. اعمل ايه بقى؟ حظي وحش، المدام شكلها تعبان. ما تجي تتفرجي، دول بيرقصوا رقص كيف الرقصات. على فكرة احنا سمعنا انك بتعرفي ترقصي احلى كمان من صفية. لا مفيش احلى من صفية عمران. انا طبعا مفيش زي، بس ليل بقى بنت اختي تربيتي واحسن مني كمان. لا تقولوا صفية عمران ولا صفية زغلول. مات يلا يا جماعه الاغى الدانس. او النبي بليز، ده فرح عشان خاطري، عشان خاطري. يلا بقى وريني رقصي. هغير وهطلع وراكوا. حاضر. شو؟ طب تعالي انت. طب سيبوها تغير. طب تعالي انت. يا حبيبتي، يا حبيبتي اهلا وسهلا. طب ما تشيلي دي، تعالي بسرعه.
شغال الشريط اللي انت بتاعي اللي جوه ده. شكلكوا حكومة خير أأمرني. شفتك فين قبل كده؟ معك الطابت؟ بتاعت إيه اللي انت بتسأل عنها؟ هو انت جايبني من على المواسير مثلا؟ اتكلمي عادي لبيت الأحباسك. خفت أنا. انت قلت الأدب وليلتك صودة معايا النهاردة. في ايه؟ في ايه يا أمين محمود؟ بتتخانقوا مع الفنانة ليه؟ في حد برضو يتخانق مع بتوع السيمة؟ مين صاحبة الزفت البنسيون ده؟ أنا يا باشا صاحبة الزفت البنسيون. جهزي لي دفتر النزلاء وبطايقهم وآخذ 6 أشهر أنا هرجعهم بنفسي، وبلغي الهوانم والمدمظلات اللي عندك إن أنا أفتش وقت ما أحب. على دماغنا يا باشا، بس ده مكان محترم مش غرزة، يعني الدخلة فيه تبقى بالهداوة. يلا رجالة بالسلام. لكن قرف شكلك الغربال الجديد، اصحاب المحلات كلهم بيشتكوا منه، اما نشوف اخرتها. المهم روحي جهزي روحي كنتي عشان تروحي مع ليل، عايزه يا ست تروح نقابه الاطباء تجيب عنوان دكتور صاحب جوزها، اما نشوف هنعمل معاه ايه. وانا هقعد مع امان واستنى المخفي لحد اما يجي قال ايه يراجع الدفاتر. لازم انزل اصرف حواله بعتها لاحمد. معلش. المهم خدي بالك من روحك ومن اللي ببطنك. ده هي عكنن مزاجك زي ما عكننت مزاجي. هي البنت اللي جوه دي اتأخرت كده ليه؟ جايز عنده كشف. الحمد لله اني افتكرته. هو أقرب واحد لخالد، أكيد يعرف كل حاجة عنه. موجود؟ كان مضطر ينزل وقال لي اقول لحضرتك ما تجيش هنا تاني.
طبعا لو قلت لك اديني نمرته مش هترضي. اسفه ما عنديش تعليمات ادي رقم الدكتور لحد. انا مش عايزه منه حاجه، انا عايزه اعرف طريق بنتي مريم. اديني نمرتي، خليه يكلمني من فضلك، وقولي له كمان يتعدل كده وبلاش شغل الخيالات ده. كنت بتبرع من المستشفى عندي بأدوية لدار مسنين جنبية اللي عندهم شيخوخة. يوميها كنت رايحة للأغذاخانة اللي جوه المستشفى عشان أخد الحاجة وأروح بيها، لقيت الدكتورة فاطمة خارجة بتجري متاخدة. ساعتها ما عرفتش ليه. معلش انا اسفه، بابا تعبان وده جوه عندك على المكان، انا لازم الشنطة بعدين. مين سيادتك؟ مصطفى درويش مع أمه بحث الاسم. هو في حاجة؟ افتح الشنطة بعد إذن. أيوه في حاجة يعني؟ الشنطة يا مدام. اتفضل. إيه الكرتونة دي؟ أدوية. يعني بتاعتك. أيوه بتاعتي. جدول قلبي مش دي اللي بتروح للمستشفى ب2 جنيه وبعد كده لصاحب المزاج ب200 جنيه؟ تجاره ولا تجاره البودره؟ بودره ايه؟ الكرتونه دي المفروض يبقى فيها ادويه ضغط وسكر، بوديهم لدار مسنين جنبينا هنا. لو مش مصدقني اسال الدكتوره فاطمه. فاطمه والمفروض في الاسم بقى الكلام ده. هات يا ابني هو الحرز على الاسم. يلا اتجار في مواد مخدره وادويه مدعومه. خالد جاب لي محاميين كبار بس كنت خلاص لبست التهمة. أنا كنت مديرة المستشفى. أدوية الجدول دي كانت في عقدتي. لبست 10 سنين سجن وخرجت بدري لحسن السر والسلوك. بتمنى من ربنا ألاقي بنتي وأشوفها. إن شاء الله تلاقيها. إن شاء الله تلاقيها وتفرحي بيها. تعالي نعدي. ألو؟ ثانية واحدة. بقولك ايه؟ وحيدة تقول لسه ان انا جاية له حالا. وادي الموبايل ده لمنى شلبي عشان عمال يرن من الصبح. الو ايوه يا استاذ فوزي. اهلا اهلا وحشني والله. فينك يا استاذ؟ تصوير؟ طبعا انا جاهزة. حضرتك عارفني يعني بيسموني عبير دليفري كده. ماشي يا استاذ ان شاء الله. ماشي يا استاذ مع السلامة. وشك حلو عليا. مش حلو عليا. جالي شغل جالي شغل. وبعدين ايه بقى؟ محتاجين نشتري بقى هدوم كتير قوي عشان ما عنديش حاجه خالص اشتريها. بابا تعالي معايا. والله فكرتيني، انا كمان محتاجه اشتري هدوم كتير. طيب تعالي نروح المحل ده. انا جايب لك زبون ما بيجيش مره واحده بس في العمر. زبون بيحب يكون اول واحد في حياه اي بنت. هجيب لك منه 5000 دولار ويمكن اكتر. مش اول مره برضه ولا؟
الحقيني ونبى ولا المغمى عليها جوه. ايه ولاء؟ هي فين ولاء؟ انت بتضحك عليا علاء؟ اه طبعا بضحك عليك. ثانيه واحده ثانيه واحده بس عايز اوريكي صوره حلوه كده. الله نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود. الله يخرب بيتك انت ما عندكش دم. حرام عليك انا يوميها زقتك ورجليك. انا عارف عارف ومصدقك بس الصوره ما بتكذبش. انا ما حصلش بيني وبينك اي حاجه. حرام عليك. هو ده اللي مزعلني ما بيحصلش بيني وبينك اي حاجه. اسمع الكلام والنعمه هتنبسطي. انا عايز افهم انت هتستفيدي ايه لما تفضحني؟ مفيش فضايح ولا عارف. فضايح ايه ربنا ما يجيب فضيحه. كل ما هنالك يعني طول ما انت فاضيه بقى حتى عليا انا قاعد لوحدي. لكن لو ما عملتيش كده هتبقى هي دي الفضيحه. هبعت الصوره لخطيبك وما تسالنيش اعرفه ازاي ان اسمه زي الطبل في الزقازيق. تعالي نقعد شويه. تعالي قذر وقليل ادب. سافر بيت خدي طبعا مجنونه. خدي اما اقول لك. استني خدينا معاكي. استنوني. مالك يا بنتي بتتنطي كده ليه؟ ابدا مفيش حاجه. يعني ايه مفيش حاجه؟ ده انتي بتتنفضي ولا من الكهرباء؟ تعبانه الحمل تعبني. هو الواد الرمى اللي تحت ده ضايقك في حاجه؟ سيبك منه ده واد زباله. الدنيا كلها بقت زباله. انا بس صحيت تعبانه شويه وعندي مغص كده قلت اشرب حاجه سخنه واخد دواء وارتاح شويه. اغرف لك؟ اغرفي يا حبيبتي. ما احنا مش هنستنى ولاء. لا بقول لكم ايه انت هتستنوها ولا ايه؟ ولاء ملهاش اي مواعيد. لو هتستنوها هتصوموا. انت بتاكليش ليه يا كوكي؟ انا عايز افهم انت ليه مش عايزانا نجيب لك دكتور؟ دعاية قديم ومتعود اخد له مسكنات وبيروح على طول. على فكره احنا لازم نروح عياده الدكتور خيري ده تاني ونخليه غصب عنه يوصلك ليه. ازاي بس يا صفيه؟ ده حتى مش عايز يقابلني. الدكتور تحت امر اللي يدفع له الفيزيتا بتاعته. احنا نروح له بقى كلنا زياره عائليه. عائليه؟ أنا آسفة يا خيري بس ما كانش عندي حل تاني. طلبك مش عندي يا ليل. أنا معرفش خالد فين.
انت ما فهمتش. شبشبه وهنشبشب، خناق وهنتخانق، قله ادب ومفيش اكتر منها هنا وفي البيت، وهي مش هتخسر اكتر من اللي خسرته. ده غير الفضايح بقى والجرس، فضيحتك هتبقى بجلايل قد كده، والناس هتبطل تجيلك العياده هتشطب. طب ليه كده ليه؟ مشكلة بينك وبين خالد، أنا إيه ذنبي؟ عايزة بنتي يا خيري. وصلني يا خالد. أنا عارفة إن أنا عملت له فضايح ومشاكل كتير. بس ما توصلش إن هو يمنعني عن بنتي. أنا بترجاك دلوقتي يا خيري. أقسم بالله العظيم. وحياة حبستي في السجن ظلم. لو راست على القتل هقتل. ممكن تهدي بعد إذنك؟ اديني فرصة وانا هبقى كلمة. انا استنيت كتير. خلاص وصلت لاخري. حسن تليفونك. ما تتأخرش. ايه لملي الناس دي، انا مش عايز دوشة وعايزين ننجز عشان النهار بيقع. يلا يا بيه اتفضل. الصوت يا بيرو. قلت لي اجي ليه طالما مفيش تصوير؟ يا حبيبه قلبي هو في تصوير من غير اتفاق؟ انت المره اللي فاتت خدتي الورق وجريتي، حتى ما اتكلمناش في الدور. دور ايه؟ دور ايه؟ حرام عليك ما تقولش دور. ده كف صاد كومبارس صاد. قعدت تقولي مرات البطل ودور عمرك وفرصه حياتك. انصبوا لنا الكريم بره يا جماعه بسرعه. يس يا استاذ. شوف يا حبيبي، ده اللي كنا هنتفق عليه. ازود لك شويه كلام. شطات مع البطل. وانا لو ما عملتش ده بنفسي هيفضل الدور هو كومبارس صامت زي ما هو في الورق بالظبط. طيب هو انت تقدر تعمل ده بنفسك؟ مش ده شغل المخرج والكاتب؟ المخرج يا جماعه الفيديو اسست يطلع للمخرج بسرعه. روحي يا حبيبتي للاستاذ المخرج، خليه يغير لك كل حاجه انت عاوزاها في الورق. بس اوعي تنسي ان انا المنفذ ولازم احط لمستي. يعني هتلفي تلفي وترجعي. البوفيه بقى عشان ريقي نشف. اهل الفن واخر الليل. السيما حلوه واللي فيها احلى. هي دي الرجوله صح. تصدق بيه؟ انا كنت فاكراك بني ادم. انت بتكلميني انا يا بت؟ ليه؟ هو انت بني ادم؟ لا موتوسيكل يا اخويا. يا ريت، ده حتى الموتوسيكل بيسخن اكتر منك. بلانيله. شفت البيت صليت العالم بتكلمني ازاي؟ انا لو عايز اخرجها اخرجه من النهارده قبل بكره. بس القانون بقى، القانون لا يعرف السكان ولا اخلاق السكان. على فكره بنات الرقاصه دول كلهم نسوان شمال، طول ما هم في السنة ربنا مش هيبارك لنا ابدا. احلى كلام قلته حاج عبد العزيز، هو ده الكلام. نعمل ايه يا علوه؟ الرقاصه لازم ترحل يا معلم. مالك اتخضتي كده ليه؟ لا ما اتخضتش ولا حلو. اتخض ليه؟ عادي. مش هتطلعي ولا ايه؟ لا مش هطلع، انا طالعه السجن. في ايه يا باشا؟ في ايه؟ مالك قفشه كده ليه؟ مش قفشه ولا حاجه، بالصراحه يعني راجعه مش شايفه قدامي وانت شكلك رايق صراحه. راجعه مش شايفه قدامك منين كده؟ لا يا باشا لغايه هنا وستوب بقى. الحكومه مالهاش تسال رايحين فين وجايين منين؟ ولا انتوا فاضيين يعني فوقتوا تتسلوا؟ الحكومه ما تسالش. لم روحك ولا غادي كفايشك ولا عشان اتبسطت معاكي حد اتجرأي عليا. ايدك ساقعه يا كنتي، حرام عليكي. اخص عليكي يا بنت بالراحه. يا اخي بيتك بديل والله العظيم. لا غيري. لا يلا البرنس ده هعمل مساج عليه ازاي؟ لا لا انت مجنونه. هو كده حلوه قوي. ما تعرجيش بقى. انا مش فاهمه انت هتتجوزي ازاي منكوسه وانت كده. انا عمري ما حد لبس جسمي. ما بلاش السهواكة. ايه مفيش راجل لمسك؟ انت مجنونة. لا طبعا، ده هي مرة وحيدة عمرو جه يحاول يبوس ايدي كنت هقع فيها. قعد يضحك عليا. اصلها عروسة بشمع المصنع، مش زي العرايس اليوزد. رايحة فين؟ جاية جاية. والمساج؟ انا بقى اللي حامل. لا لا ما تخرجيش. لا 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 لا. اصلها عروسة بشمع المصنع، مش زي العرايس اليوز، مش زي العرايس اليوز. ايه مفيش عفة؟
يا رد السجون. طب واحد امك لو ليك رد السجون دي هتعمل فيك ايه؟ كان في بحر وننزل بيتهمنا. يا اختي نفسي اخلص من الهموم اللي جوايا واغسلها. نفسي اغرق يا صفيه اغرق. وانتي يا بيرو هتروحي للمخرج بتاعك يغرقك انتي التانيه؟ هروح مشوار وبعدها هاخد دور يقدمني. مشوار ويعدي لكن الدور ورا دور تاني ودور تالت ودور رابع. هي عمارة وبتطلع صدقيني بعدها لا في دور تاني ولا دور تالت. ايوه يا بيتي يا بيرو تكوني بتتحكي عليا وما انتش غاوية تمثيل. تكوني غاوية مشاوير. مشاوير ايه بس يا صفية اللي انا غاويها؟ انا ما شفتش بالرجالة حاجة عدلة. ما بيشوفوش مني غير جسم ست وبس. اولع في نفسي يعني عشان يرتاحوا؟ بعد الشر عليكي حبيبتي ان شاء الله امك. ما الست مننا لو ما حستش مع الراجل بالامان يبقى مالوش لازمه في حياتها. انا بقى غيركم كلكم. انا اخترت راجلي بايدي، علمت كل حاجه على ايدي، عشان كده ما كناش بنبعد عن بعض لحظه واحده. تحب الراجل يحبك بس وانتي بتحبيه ما تنسيش ان هو عيل كتر الدلع بيبوظه. بس احنا بقى اتخلقنا علشان ندلع الرجال والرجاله تدلعنا. يا واد يا واد. وفي اللي ما دلعتوش امه بس ردعته المرجله كلتها. راجل يفدي الست بدمه بس يطلب دمها لو عصته. يعني ايه راجل؟ انا عمري في حياتي ما قابلت راجل. تالي زمن الرجاله ده انتهى خلاص. أنا بقى قابلته كان أحسن راجل حبني زي ما أنا. رقاصة، راجل حلو وجدع وحنين، وفي لحظة راح وما لقيتش راجل يملى مكانه ولا يرضى بيا زي ما أنا. واضح إنه كان راجل عظيم بس الرجالة دي خلصت خلاص. وضعت الرجالة بقى وسيرتها بقى البنت فرحها بعد يومين وانتوا قاعدين تتكلموا على الرجاله. فرح ايه بقى؟ انتوا خليتوا فيها فرح؟ ده انتوا كرهتوني في الجواز. هو انت فرحت بعد يومين؟ اه. امال ايه اللي بعد 10 ايام؟ ده كاتب الكتاب في الازهر بعد منها هيسافروا يقضوا شهر العسل، انما الليله الكبيره بقى في الشبك بعد يومين. ما تزغرطوا لي بقى كده وافرحوا لي.
ايوه يا ستي. استنى استنى. نظريني يا خالد. تعالي حبيبتي تعالي الهوما. شكرا يا ريس. تعالي يا حبيبتي. عروسه عروسه يعني. تعبانه طول الطريق. طب معلش يا لهوي الحقيني الحقيني. ايه مالك حصل ايه؟ طب ما جاب بيبي على المستشفى يا بنات. اسود مش هنلحق الميه نازله. حلو ولادها فوق. يا لهوي. يلا يا امين. يلا اصبري شويه امسكي نفسك. يلا مبروك يا امين. مبروك. سامالنا سامالنا سامالنا. ونبي يجي اشيلها شوي. الامارات زادوا واحدة يا ناس يا قراسي. حد ياخد التليفون ويبشر ابو العروس. قولوا له جات لك امرايا يا قراسي يا ناس. في حاجة حصلت لازم انا اقولها لك. مذكور اخوي عارف طريقي. كوكي يا نهار اسود. كوكي 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 فوقي. يا الدورة جاتلك ولا ايه؟ ايه كل الدم ده؟ قومي قومي تسجلي عليا. قومي قومي. تعالي بالراحة بالراحة بالراحة. ما قلنا تروحي للدكتور. لا حول ولا قوة الا بالله. تعرفي امشي انت تعبانة والنبي خليهم في الفرح. طب انت ليه ما رحتوش الدكتور يا حبيبتي؟ رحت. قال لك ايه؟ طلب مني اشعه وتحاليل اعملهم واوديهم له. ما تجيبيش سيره يا ليلى. خليهم فرحانين زي ما هم. الو خالد. ايه يا خالد؟ اخيرا اخيرا الحمد لله. وانت كمان وحشني قوي. ومريم وحشاني جدا يا خالد. انت فين؟ انا عند صفية. فاكر العنوان؟ رجعت لي من المدرسة وهي بتعيط. قالت لي انت بتكذب عليا يا بابي. مامي مش مسافرة. مامي في السجن. مامي وحشة. كان ممكن اروح المدرسه واطبقها على دماغهم بس خلاص مبقاش لي لازمه. عزلتها على الناس كلها عشان ما اسمعش عني جاي حاجه وحشه. رحت المستشفى والعياده والبيت كله في يوم واحد. حتى العربيات خدتها ورحنا نعيش في وسط ناس ما يعرفوش عننا اي حاجه. مريم بتحلم بيكي كل يوم الليل. بجد يا خالد؟ انا عايز اشوفها. بس كده. الهانم في شرم الشيخ بقى لها يومين مع صاحبتها. وديني عندها يا خالد. وديكي ليها فين؟ بالراحة بس. احنا هنقول ان انت راجعة من السفر وانا كمان يومين. اول ما ترجع خدها ونطلع على المطار نستقبلك. تكون انت محضرة شنطة فيها شوية هدايا كده. ويبقى كل حاجة مشيت زي ما انا مرتب لها بالظبط. ممكن تكلمها في تليفون. ما تقلقش انا هسمع صوتها بس مش هتكلم خالص. الو. ايوه يا بابا. حبيبه قلب بابي قولي لي اخبار البحر ايه؟ شرم الشيخ حلوه قوي يا بابا. كان نفسي تبقى معايا. مش عارف ايه اللي حصل. مش عارف ايه اللي حصل. يلا يلا صح. ايه
للأسف الأشعاعات والتحاليل بتقول إن عندك ورم كبير على الرحم ويفضل استئصاله، وده هيبقى في مصلحتك. ما تقلقيش، ده هيتم بسرعة، ويفضل إن احنا نشيل الرحم كله. ده قضاء ربنا وإن شاء الله هتخلي الإنسان. حظك وحش سواء مع الأستاذ اللي اتجوزتيه أو مع الأساتذة اللي قابلتيهم بعد كده. يا بيرو، ممكن أي حد يوعدك بفرصة، لكن مفيش حد يقدر يوعدك لا بالنجاح ولا بالرزق. الاتنين دول مش في إيد أي حد، لا المخرج ولا المنتج، دي حاجة بتاعت ربنا. انت ممكن تعملي كل حاجه حلوه ووحشه وما تبقيش نجمه، وممكن في لحظه تتفتح قدامك ابواب الجمهور وتبقي نجمه النجوم، والفلوس تنزل على دماغك زي المطر من غير حساب، وفي الاخر مش هيفضل لي غير احترامك لنفسك. بس اوعدك ان اديلك فرصه في الفيلم اللي جاي، فرصه في التمثيل مش في حاجه تانية، وعلى قد قدراتك في التمثيل مش في حاجة تانية. ده تليفوني بيكلميني في شهر 5، وامشي بقى علشان صدعتيني وفركشت وعايز اروح. شكرا يا استاذ. ربنا يخليك يا استاذ.
كذلك عدم إمكان معاشرة المتهمة أماني علي المرسي بسبب ظروفها الصحية، إضافة لتأكد دخول مجموعة المقبوض عليهم من الرجال للعمارة معا، بينما تم إنكار علاقة أي منهم بالآخر، وهو ما يوحي بخلل في الاستدلال. حكمت المحكمة حضوريا في القضية 114 أداب ببراءة كل من صفية حسين عمران وليل جمال عبد العزيز وأماني علي المرسي وعبير السيد أحمد وولاء سعد مختار وكريم عبد الرحيم صالح وأثناء رمضان عبد. رفعت الجلسة. خرجنا من الحبس الحبس أكبر. حبس أكبر ليه؟ إحنا كلنا طلعنا براء، يعني اللي هيجيب سيرتنا هنسيبه يتكلم يا صفية، هنسيبه يتكلم وهنعمل نفسنا كمان مش سامعينه. احنا خرجنا بتقرير الطب الشرعي براء، مين بقى اللي هيقراه؟ نزلنا من العماره هنا ملفوفين بملايات معانا 7 رجاله، هتكذبي كل ده؟ عمر بعت لي وقال لي الحمد لله ان احنا ما كتبناش كتاب. انا فضلت احافظ على نفسي كل الفتره دي وبتخلي مستقضيه الدار. احنا كلنا توحلنا في الطين. كفاره ايه؟ مش عايز ندخل ولا ايه؟ ما لو ما كانش الواد موسى قال في التحقيق انه تالت مره يجيلك، وان المره دي يوم ما دخل عليكي كنت ملفوفه بالبشكير وبترقصي قدام المرايه. انت عارف الكلام ده كله كذب، والطب الشرعي بقى مش شرعي. احنا اللي بينا كان ودي ما كانش شرعي. اللي بينا ما كانش ودي يا علاء، انا مراتك قدام ربنا. توكلي على الله، شوفي لك باب غيري وخبطي عليه. نقول لك على حاجه، روحي الواد موسى، موسى حلو، جالك مرة وجالك اتنين وجالك تلاتة، خلاص بقيتوا معرفة. يا بوي لا حول ولا قوة إلا بالله. ربك يسويها. يسويها كيف؟ دي اتنشرت في الجرانين يا مذكور يا ولدي. إن بعض الظن اسم، ولا أنت هتتلكك لها لقد ما اتجوزت ولد أبو دراع؟ نتلكك وإيه يا بوي؟ ده عرضنا، عرضنا. هسوي إيه يعني؟ مال داني غرقاني في الروبة الراسي، وما تخافش هتجيني حية ومحدش هيمد يده عليها، لا ولد عم ولا خال، كل نفر أولى بلحمه. هتسوي ايه يا ولد الفجرية؟ حق الله وربنا يقوينا على الحق. وهو عرف منين ان الزفت اللي كان عندك اسمه موسى؟ ده احنا نفسنا ما نعرفش اسميهم من بعض. وهو عرف منين اصلا الكلام اللي قاله الزفت موسى ده في التحقيق؟ علاء يعرف اللي حتى البوليس ما يعرفوش. ده كأنه كان موجود معاهم وعارف اللي عملته في الحيوان اللي كان في الأوضة، وعارف كنت لابسة إيه قبل ما يتقبض عليا. طبعاً قال الكلام ده وهو مش واخد باله إنه محدش يعرف الكلام ده غيري أنا والحيوان ده. يبقى إحنا كده عرفنا حقنا عند مين. بس المرة دي بالدم يا علاء، والله العظيم بالدم. قومي افتحي الباب يا بيرو. مين حضرتك؟ أنا الدكتور خالد، طليق مدام ليل. ازيك يا خالد؟
واحنا عملنا لك ايه يا ليلى عشان تعملي فينا كل ده؟ ما كفاكيش تعطيها في قلب البنت اللي ما بتحبش حد في الدنيا قدك؟ انا عملت لك ايه؟ انا سبت الدنيا كلها عشان خاطرك يا شيخ، ما حبيتش قبلك ولا هعرف احب بعدك. دعاره دعاره يا ليلى، دي المخدرات كترحم يا شيخ. اروح فين دلوقتي؟ اروح فين؟ البنت وسابت كل اللي تعرفهم عشان مش طايقه تستحمل كلمه تقطع في لحمها عنك، ودي كانت مخدرات. دلوقتي بقى هيقولوا لها ايه؟ يا شريفه خلي، ما عملتش حاجه، طول عمرك تعرفني، حرام عليك، اوعى تظلمني انت كمان. طب وحياة بنتي نمرية، كفاية وحياة بنتي نمرية، ما عملتش حاجة. ابعد عننا يا ليل، ابعدي على قد ما تقدري. خلي بالك والله العظيم بريئة، وحياة مريم بنتي بريئة ما عملتش حاجة. الله يسامحك يا شيخة. وحياة مريم ما عملت حاجة، وحياة مريم ما عملت حاجة يا خالد. مش قادرة أقوم، تعالي في حضني يا حبيبتي. كل أصحابي يقولوا عليكي إنك ست مش كويسة وبتعملي حاجات وحشة، ليه كده يا ماما ليه؟ مصدقهمش، كذابين والله العظيم كلهم كذابين. ماما أحسن واحدة في الدنيا، أنتي أغلى حاجة عند ماما. مريم تعالي يا حبيبتي، تعالي في حضني. لا يا ماما مش هجيلك، أنتي وحشة، ست مش كويسة، ليه يا ماما بتعملي كده معايا؟ مش هجيلك، مش هجيلك. مريم 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 تعالي هنا، كلهم كذابين، ما تصدقوهمش. مريم مريم تعبانه، تنزلي تروحي فين؟ لازم انزله، لازم انزله يا صفية. يا سمسم بيرو، ايه ايه صلوا على النبي يا اخوانا، في ايه؟ اسمع يا زمان، انت احنا خلاص عرفنا ان انت اللي عملتها، حاجه واحده بس اللي عايز اعرفها، انت عملت كده ليه؟ انت كده كده ما عندكش اختيارات، ورقبتك اقل تمن على اللي عملته فينا، فاتكلم قبل ما تبطل تتكلم خالص. انت تقطعوا ثانيه ولا ايه؟ اسمع انا، انت ايه يا اخي؟ شيطان، انت ما عندكش دم، وسختني ووسخت سمعتنا. اترحم على روحك يا رب، انت حتى الرحمه ما تقصي. وانا هتكلم بس بشرط، هنسى اسماء وولاء يسيبونا لوحدنا، وانا اقول لك على كل حاجه. دخلنا شغل التعابين وماله؟ احنا واخدين على شغل التعابين وشاربين سمه من زمان. اطلعوا على فوق يا بنات، اطلعوا على فوق. ماشي يلا يلا يا ولاء، يلا يلا. ها هما بيعملوا كده عشان خاطر اللي كان بيني وبينهم. انا جايز اكون غلطت معاهم، ما انكرش، بس يعني ما كانش في حد مضروب على ايده، وبعدين يعني ما انتوا ستات اهو، ما قربتلكوش، مع انكم يعني من غير مؤاخذه شد منهم بكتير.
بكره هتعرفوا بالظبط مين اللي عملها، وتعرفوا مين اللي باعكوا على حق. اقسم بالله يا علاء، لو ما عرفت بكره مين اللي عمل كده الحكومه خلص عليك. كنت هغزه بالسكينه في رقبته. كل اللي قاله تعالوا لي بكره وانا اقول لكم مين اللي ورا القبض عليكم. وصدقتوا؟ بكره مش بعيد، بس بعد اللي شافه منه النهارده اكيد هيخاف. المره الجايه هقتله بجد. ايوه بس انا السكينه بتاعتي وقعت عنده في المحل، تفتكري ممكن يستغلها ضدنا؟ طبعا ده وسخ. تعالي نجيبها. يا جماعه اهدوا شويه، ما ينفعش تحسسوه انكم خايفين من اي حاجه لانه هيساومكم بيها. ده كلب، وبدل ما كان هو اللي مش عارف يعمل ايه عشان يسكتكم هنبقى احنا اللي مش عارفين نعمل ايه عشان نسكته. طب وما قالكمش هو كان عايزكم لوحديكم ليه وما كانش عايزنا نبقى موجودين معاكم؟ سامحيني يا بنت بوري، سامحيني. وقعدت مع الضابط وعملت محضر اختفاء واتهمت اهلها. يعني ايه؟ خلاص البنت كده راحت مننا؟ بعد الشر يا ليل. ربنا يرجعك لبنتك بالسلامه يا امان، وما يحرمهاش منك يا رب. في الممر يا باشا. في اخر وسط الزبالة اكتر من طعنة بقى لحد ده. ده قتل غيظ ده. ظهر كده باشا. ده الهارد بتاع كاميرات المحل يا فندم. حرزه ووديه مكتب المباحث يتفرغ وبعدين نشوفه. الكوريه ده بعد ما البحث الجنائي يرفع البصمات اللي عليه، خده وحرزه وقعده على مكتب المباحث. حلوة أوي الشنطة دي. باشا يلا بينا. احكي لي بقى موتوا ليه؟ احنا كنا نتمنى نقتله بس ما قتلناهوش. يعني رحتوا له بسكين او صاعق عشان تلعبوا معاه؟
لا عشان نعرف مين اللي زقوا علينا. وقال؟ ما قالش. فقتلته؟ ما حصلش والله العظيم. عملت له حاجة؟ يبقى ليل؟ ولا أنا ولا ليل. إحنا طلعنا وسبناه صاحي زي القرد. هو أنا ليه حاسك من أول التحقيقات إنك شمتانة؟ كل واحد ياخد اللي يستحقه، ربنا ما بيسيبش. كلهم قالوا العودة بتاع شبكتك ده أكيد وقع مني لما كنت في المحل لما رحنا له. يعني السكينة اللي عليها بصمات إيدك دي جت إزاي وإنتي ممسكتهاش؟ معرفش. طب ليه كنت مخبيها في أوضتك؟ والله العظيم أنا ما خبيت حاجة. السكينة وقعت من عبير في المحل عند علاء، بعد كده معرفش إيه اللي حصل. وبعد ما رجعتي من عند علاء نمت. كنت تعبانة قوي، حطيت راسي على المخدة ونمت. قررنا نحن واحمد عادل رئيس نيابه قصر النيل احاله كل من ليل جمال عبد العزيز وعبير السيد احمد الى محكمه الجنايات متهمين بالاشتراك الجنائي في قتل المدعو علاء حسن القرش. وحيث ثبت بالدليل القاطع اشتراك المتهمتين الاولى والثانيه في قصد قتل المجني عليه واشتراكهما في الهجوم عليه وتعذيبه بصاعقه كهربائيه ثم قتله طعناً بالسلاح الأبيض حتى الموت، فقد قررنا الآتي: إحالة أوراق المتهمتين عبير السيد أحمد وليل جمال عبد العزيز إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي. اتفضل معليك. اول حمام مغربي حريمي في وسط البلد وصاحبته واحده ست. حمام مغربي وحريمي وفي وسط البلد؟ مش اي حمام يا باشا، ده في شويه نسوان تحل من على حبل المشنقه. ماشي، هبقى اشوف الموضوع ده بنفسي. قلت لي بقى بتعرف الحمام دي اسمها ايه؟ كريم عبد الرحيم صالح يا باشا. كريم عبد الرحيم صالح. كريم عبد الرحيم صالح، حلو قوي كباب الكفته دول، جبتهم منين؟ يا سلام، كريم عبد الرحيم صالح. شغل كده. ده كلام جميل جدا. عايز تعمل فينا ايه اكتر من كده يا حضرة الضابط؟ مش كفايه اللي خدتهم؟ ما بقاش فاضل حد، البنسيون خرب خلاص. ايوه كده. في ايه يا حضرة الظابط؟ واخد معاك دي ورايح على فين؟
هتريح فين؟ يا استاذ حضرتك عايز مين؟ كريم عبد الرحيم صالح. يلا بينا بقى عشان نلحق نوقف تنفيذ حكم الاعدام. نلحق اصحابك الغلابه اللي كانوا هيموتوا بسببك ظلمه. وطبعا انت يا حلوه هتقولي لي على كل حاجه. انت عايز مني ايه؟ انا ما قتلتش، ما قتلتوش. يلا. قولي لي بقى يا كريمة كل اللي حصل وبالتفصيل. كلمني صاحب الاسبا وقال لي انه في شخص مهم قوي هو عاوزني قبله وانه هيديني مبلغ كبير. رحت قابلته وكانت المفاجأة ان الشخص ده طلع علاء. اكتشفت انه هو يعرف عني كل حاجة، يعرف انا بروح فين وباجي منين وباخد كام. طلب مني طلب غريب قوي. تاخدي 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه؟ بس تسلمي نسوان البنسون كلهم. يعني ايه؟ عايز تعمل لهم قضيه؟ ستي قضيه وهتعدي قضيه في شبك، هيتلفوا بالمئات ويتزفوا وهم نازلين وانت هتاخدي 100,000 جنيه. مبلغ 100,000 جنيه ده مبلغ كبير قوي بالنسبه لي. حضرتك ما تعرفش انا عملت ايه عشان اجمع المبلغ اللي قبل، ولا ممكن اعمل ايه واخد وقت قد ايه عشان اجمع مبلغ زي ده. طب وانت عايز تعمل فيهم كده ليه؟ مالكيش فيه مصلحة وانت هيطلع لك فيها 100,000 جنيه. وبقية الفلوس بعد ما تتم العملية؟ هو اقنعني انه ان اي محامي شاطر هيقدر يطلعهم من القضية دي وانهم ممكن يطلعوا براء. ممكن يعني عن فضيحة. الناس بتنسى كل حاجة. يا بنات جبت لكم الصابون المغربي، قوموا يلا عشان اعمل لكم الحمام. يلا. سهيتهم كلهم وسبتهم في الاوض ملفوفين بالبشاكير ورحت على باب سلم المطبخ عشان الرجاله يدخلوا منه. نيابه وطب شرعي ومحكمه ورجعنا البنسيون بعد كده بفضيحه. فقعدت كده كام يوم ورجعت نزلت له الشقه اطلب منه بقيه الفلوس، لكن الحمار افتكر ان هو ممكن ينصب عليا وما يدينيش بقيه فلوسي. ما اعرفش انا عملت ايه عشان اوصل للفلوس دي، ولا ممكن اعمل ايه عشان اخد الفلوس دي. طمع في 90,000 جنيه يعني؟ قال لك ايه؟ هجيب لك 15,000 كمان ودول من عندنا. جدعانه يعني، بس لازم تبقى عارفه ان الراجل سكك على بقيه المبلغ وانا مش هدفع من جيبي يعني. ما تتفضلي بدل وقفه الباب دي، نشرح حاجه كده سريعه. ما بتخش شقه يا روح امك، ولم نفسك كده وتعادل معايا بدل ما تديك بالقلم على خلقتك الوحك. مستنيه منك تليفون تقول لي اخد فلوسات. لا صايع، حاسس ان الشغلانه خلصت ومش هتقدري تقولي اي حاجه. صح، فضلت اغلي وما كنتش عارفه اعمل ايه. تاني يوم وانا راجعه البنسيون شفت حد بيديله شنطه. طلعت فوق البنسيون لقيت الستات بيحكوا على المشكله اللي حصلت ما بينهم وبين علاء، وعرفت ان بيرو نسيت السكينه بتاعتها عنده تحت، وعرفت انهم عاوزين يتخانقوا معاه. حسيت ان الموضوع كله هيعك والفلوس هتروح مني والمصلحه كلها هتضيع وكل اللي عملته راح. نزلت واتخانقت معاه وبعد كده حصل اللي حصل. لا يا كوكي، هتغنينا في دوكه ولا ايه؟ بالراحه بقى، هتيجي عند اهم حته وتجري. احكي لي بقى ازاي قتلتيه حته حته. خبطت عليه وفتح لي. منورة، نورتي البيت ده، انا قاعد لوحدي. بقولك ايه يا علاء، انت كنت قلت لي ان الراجل صاحب المقاوله خلع يعني وما ادكش بقيه حقك، وانا جايه شفت حد كان بيديك فلوس.